في ساحة العلم اجتمعوا أعمال إثارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعلى أنغام النشيد الرسمي بعثوا رسالة شكر وعرفان لقوات الأمن والجيش ولشهداء عملية بنقردان. هي المبادرة هذه كانت بطلب من كافة الأعوان، اقترحوا تنظيم هذا اليوم أولاً باش يعبروا على أنهم جزء من هذا الوطن، وثانيا باش يندوا بهالعمليات هذه اللي كما قلنا هي عمليات دخيلة على الشعب، دخيلة على بلادنا، ودخيلة على هذا الوطن العزيز على الناس الكل. تحية العالم وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قوات الأمن والجيش والمدنيين اللي سقطوا في بنقردان، كلها رسائل عرفان للأمن اللي لطالما رابط أمام الوكالة وحرسها في الفترات الصعبة اللي عاشتهم البلاد. تونس اليوم محتاجة دقيقة صمت ومحتاجة لساعات وأيام وشهور من العمل المتواصل لإنقاذ اقتصاد البلاد، محتاجة لجدية في العمل باش نقاوموا كل الظواهر الغريبة على بلادنا وباش نقاوموا كل أي واحد يحب الشر لبلادنا هذية. بدوره الاتحاد العام التونسي للشغل وعبر النقابة الأساسية للتبغ والوقيد أطلق مبادرة تتمثل في التبرع بيوم عمل لعائلات شهداء أحداث بنقردان. وهذا التبرع باليوم عمل ولفئات الشهداء، وإن شاء الله باش نعملوا قافلة ونمشي وغادي عن المكان. هذا ونذكروا أن تونس شيعت البارح جثامين شهداء هالأبرار اللي سقطوا دفاعا عن راية البلاد ودحر الإرهاب.